تشوفوا هاد الجداريات هذه اللي خدمنا عليها هاد الاسبوع هذا، يعني حنا على وشك اننا باش يعني باقيين في البدايه ديال النشاط. حنا اصلا خدامين على مشروع مدينتي الا وهو توامه، كان توامه بين جمعيه اولاد الخير للاعمال الاجتماعيه وشباب الاطلس بمدينه تارودان. وصراحه الوقت اللي دالينا يعني 3 ايام ديال التعب، 3 ايام ديال السهر، ما كناش كنشوفوا فيها النعاس، كنعسوا بعض المرات ساعه، كنشتغلوا بالليل، يعني كنجيو باش نربحوا الوقت، كنخدموا بالليل باش نرسموا هاد الجداريات هادو باش غدا كيبقى لنا فقط الصباغه. يعني اليوم الاول ديال النشاط ما كملنا تقريبا الرسم حتى ل 6 ديال الصباح، عاد باش حنا مشينا في حالنا وعاود بدينا النشاط تقريبا مع 7 ديال الصباح، يعني باش هاد التعب كامل. وفي الاخر كتجي كتشوف بحال هاد الشيء، كتلقى يعني باش تكون المكافاه ديالك بحال هكا، راه شي حاجه صراحه ما كتقدرش توصف. طيلات هاد الايام يعني كنا كنرسموا جداريات على طول الحائط اللي هو بدايه ديال المشروع ديال مدينتي، المشروع اللي قلنا انه غادي يزين معظم شوارع مراكش، اللي للاسف البارح كنتصادفوا انه تم تخريب معظم الجداريات من طرف مجهول. لحد الساعه حنا ما عرفناش الفاعل ديال هذا الفعل الشنيع، يعني كنشوفوا انه تحتم واحد الجهد كبير الاخوان اللي خدموا عليه، سواء ديال مراكش او سواء ديال الجمعيه الاخرى اللي جايين من تارودانت، يعني مسافات طويله كيشوفوا ان الجهد ديالهم مشى. كما كنشوفوا انه مثلا الجداريه ديال القراب استهدف العينين ديال القراب، اللي يعني هذا ماشي تخربق او انما ريب شي اداه اللي خلى حفار. كذلك فين مكتوبه مدينه مراكش، يعني كاينه فين مكتوبه مدينه مراكش، يعني كاينه حفره كبيره فين كاين القراب، فين كاين واحد من العلامه ديال سبعه رجال، يعني التخريب راه باين على الجداريات. بالنسبه للخطوه الاولى اللي عندنا هو انه دابا جينا فين كاين الحائط، شفنا شنو واقع. عندنا الخطوه الثانيه هي وضع شكايه لدى السلطات المحليه باش نعرفوا المجرم. كذلك انه اكتشفنا فين كاينين الكاميرات اللي غادي يقدروا يساعدونا باش على الاقل نعرفوا الفاعل، لانه فاش كيكون فعل بحال هكا راه كيحطم معظم الشباب. حنا الهدف ديالنا انه نجروا شباب، انه نهضوا بالمدينه ديالنا، انه يكون عندنا مدينه برونق جديد بحله جديده، ولكن للاسف الشديد يعني كما كنقولوا قبل ما نصلحوا اي حائط خاصنا نصلحوا عقول الناس.